أهلا بحضراتكم، هذه تغطية تتجدد على شاشة القاهرة الإخبارية. أكون معكم على مدار الساعة القادمة، أنا آية لطفي، ونتحدث ونغطي التداعيات أو الأخبار والتطورات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم. كشف استطلاع للرأي أجرته وكالة بلومبرج أن إسراع البنك المركزي الأوروبي بشكل سابق للأوان في خفض أسعار الفائدة سيكون خطأ أسوأ من التأخر في خفض الفائدة. كما أوضح المشاركون أن الإسراع في خفض أسعار الفائدة يرفع مخاطر ارتفاع التضخم مجددا، وبالتالي العودة إلى سياسة التجديد النقدي. وتوقع الخبراء أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي أولى قرارات خفض الفائدة في يونيو المقبل. قال وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت إن هناك تدهورا في التوقعات الاقتصادية التي يستند إليها في بيان الميزانية السنوية الذي سيصدره الأسبوع الجاري. وفي تصريحات لصحيفة ساندي تيليغراف أوضح هانت أن الميزانية ستؤكد التقدم المحرز في خفض التضخم. وردا على المطالب بتخفيضات ضريبية، أشار وزير المالية البريطاني إلى أن التخفيض الضريبي الذي يتم تمويله عن طريق الاقتراض ليس تخفيضا حقيقيا. ينضم إلينا الآن من لندن الدكتور محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن. أهلا بك دكتور معنا في هذه التغطية. قبل أيام معدودة من تقديمه بيان موازنة وزير الخزانة البريطاني جيرمي هانت يتطلع إلى تقليص التوقعات بشأن التخفيضات الضريبية، كيف تقرأ ذلك؟ مساء الفل، وكل سنة وانت طيبة والشعب المصري طيب إن شاء الله. وحضرتك أولاً بخير. إنجلترا عندها مشاكل اقتصادية كبيرة نتيجة القرارات السياسية التي تم اتخاذها، وده مأثر على الميزانية بشكل كبير. العوامل دي اللي هي اللي أثرت على تخفيض الميزانية وعدم النمو، في نقص في النمو في أو بطء في النمو الاقتصاد الإنجليزي، وده نتيجة اللي هي القرارات، أولا دخول الحرب غير مباشرة مع روسيا، نمرة اثنين الخروج البريكزيت، الخروج من أوروبا، ثلاثة تمام النهاردة زاد المشكلة أكتر إن هي المساعدات اللي رايحة لإسرائيل بطريق غير مباشر من إنجلترا. أولا المرة الأخيرة اللي هو ارتفاع سعر الفايدة بشكل غير طبيعي. فالنهاردة في الأسعار مرتفعة، أسعار الشراء مرتفعة في السوق الإنجليزي نتيجة أن البضاعة غير متواجدة فيها، وهم النهاردة إنجلترا بتصدر على الميزان بتاعها، التصدير بتاعها عالي بدرجة كبيرة، وده نتيجة إيه؟ اللي هي المعدات الحربية اللي بتروح لأوكرانيا. إنما في الحقيقة الإيراد بتاعها منخفض بنسبة يمكن 30%. كمان في مشكلة كبيرة في إنجلترا، إنجلترا كانت بتعتمد سنويا على دخول فلوس جديدة للاستثمار، تقريبا السوق الإنجليزي كان بيجلب تقريبا سنويا فوق 300 مليار سنوي فلوس جديدة داخلة في الاستثمار. من الخروج في البريكزيت والحرب الغير مباشرة مع روسيا، ده النهاردة النسبة دي قلت يمكن بنسبة 60-70% موجودة. فالنهاردة ما عندوش فرصة للاستثمار الجديد، بعض المصانع النهاردة الانتاج بتاعها انخفض نتيجة برضو القوة الشرائية اللي موجودة في السوق الانجليزي بدأت تنخفض، لان الانجليز النهاردة بدأوا يدوروا على شراء الحاجات الاساسية او الحاجات اللي موجودة. القرارات السياسية هي اللي أثرت على الوضع الاقتصادي في إنجلترا.
فقررت، فالنهارده لاول مره في تاريخ اوروبا وتاريخ انجلترا تمام بعض السياسيين في انجلترا وهو يمكن بوريس جونسون استخدموا السياسه، استخدموا الاقتصاد لخدمه السياسه وخدمه مصالحه هو تمام ومصر فرعي وتطلعاته ان هو يبقى بطل كبير في السوق الاوروبي او السوق الانجليزي او في العالم. فدي قرارات غير طبيعيه موجوده، فدي مسببه مشكله كبيره في الوضع الاقتصادي الانجليزي. ارى من حديثك دكتور ان معظم الضغوط الاقتصاديه ناتجه عن تراكمات الحكومات السابقه وكذلك الحرب في اوكرانيا. طبعا 100% دي السبب اللي موجود فيها. النهارده عندك انت نقص في حاجات كتيره، في نقص في الادويه موجوده في السوق الانجليزي، في نقص في بعض المواد الاغذيه اللي هي كانت لان انجلترا دوله صناعيه مش دوله بتنتج او دوله زراعيه بتنتج، فهي معظم الاكل بتاعها مستورد فيها. وبعدين الدولة الصناعية معتمدة على الطاقة، أسعار الطاقة برضو ما زالت مرتفعة فيها في السوق الأوروبي، فده مأثر على الوضع الاقتصادي، وعشان كده في خمول اقتصادي خطير في السوق الإنجليزي. الفايدة ما ينفعش يبقى فايدة عالية وفي خمول اقتصادي، الاثنين بيشتغلوا ضد بعض تمام. فالنهاردة لازم ويحتم على البنك المركزي الانجليزي لازم يخفض سعر الفايده. كمان سعر الفايده مؤثر تاثيرات كبيره على المرتبات، لان كل تقريبا 90% او 93% من الشعب الانجليزي بيمتلكوا العقارات بتاعتهم، بيوتهم، وبيوتهم معتمده على قروض. القروض النهارده مرتفعه بنسبه عاليه، القرض بتاعهم ارتفع سنويا بنسبه يمكن 15 أو 17%. فالمرتب وارتفاع أسعار وارتفاع القروض، فده وهنا أسألك دكتور، التخفيضات الضريبية التي يوجد أمال كبيرة عليها في بريطانيا أن تحدث تبدو بعيدة؟ لا، هو لازم يعمل تخفيضات ضريبية لحاجتين، لحاجة مهمة أساسية. هو النهاردة الحزب الكونسيرتيف او الحزب المحافظين عنده مشاكل كبيره في السوق الانجليزي. المشاكل بتاعته جايه نتيجه السوق السياسه الاقتصاديه اللي موجوده، فهو النهارده عنده انتخابات جايه تقريبا جايه في شهر يمكن بعد قبل نوفمبر قبل الانتخابات الامريكيه. صحيح. او بعد الانتخابات الامريكيه. فهو النهارده لازم يغري الناس. هو بيغريهم ايه؟ ان هو يقطع يدي تخفيضات ضريبية للناس اللي موجودة. بالتخفيضات الضريبية دي مع انها هي مطلوبة ضرورية، بس انا في رأيي التخفيض السعر الفايدة هو يمكن من اهم العوامل اكتر من التخفيض الضريبي اللي موجود في السوق الانجليزي فيها. فالسياسيين فهم النهاردة بيعتمدوا، البنك المركزي الانجليزي عنده النهاردة اجتماعين، في اجتماع في مارس اللجنة عشان بتبص للفايدة، وفي اجتماع في مايو. ففي الاجتماعين دولت محتمل كبير ان يبقى في تقريبا 0.5% بينخفض سعر الفايدة، لان ما زال سعر الفايدة عالي في السوق الانجليزي. يعني يبدو ان هناك امل على تخفيض سعر الفائدة وليس التخفيضات الضريبية. الاثنين هيحصلوا، هو يعمل لازم يعمل تخفيض ضريبي اللي هو يشجع الناس. إذن لماذا وزير الخزانة حذر بشأن التخفيضات الضريبية تحديدا ويدعو لتقليص التوقعات في هذا الشأن؟ ما هو النهاردة عشان هو النهاردة تقريبا الناس هي اللي بتدفع ثمن المشاكل اللي هو السياسية والأخطاء السياسية اللي بيعملوها عن طريق الوضع الضريبي والوضع الاقتصادي في السوق. هو النهارده عشان يعمل تخفيض ضريبي محتاج يمول الخزنه بالفلوس اللي هيديها للضرائب. فالنهارده بيبقى يمكن عنده فرصه احسن ان هو يخفض سعر سعر الفائده في السوق الانجليزي عن تخفيض الضريبه. ولكن يمكن دكتور مع دخول بريطانيا حاله من الركود تظل هناك اسئله حول ما اذا كان هناك ما يسمى
بالمساحة المالية الكافية في خزائن وزارة الخزانة لاتخاذ مثل هذه الخطوة؟ هو طبعا بلا شك بريطانيا من الدول الغنية، وهم يمكن من أكبر 5 اقتصاديات في العالم. والخزينة البريطانية عندها فوق حوالي من 800 مليار موجود في الخزينة، بس دي موجودة لحاجات تانية مهمة تمام، ولمساندة الاقتصاد الإنجليزي ولقوة الاقتصاد الإنجليزي. ولا يقدر هو ما يقدرش يستخدم الفلوس اللي موجودة في الخزنة دي تمام، زي ما يكون احتياطي بالضبط للقوة بتاع الاقتصادية للسوق الإنجليزي. فهو بيعتمد تقريبا على النمو الاقتصادي في السوق. كمان في حاجة أساسية مهمة، الفلوس الجديدة اللي كانت بتخش إنجلترا اللي هي في حوالي ما يعادل 300 مليار سنويا استثماريا، الفلوس دي قلت النهاردة بنسب كبيرة. قلت ليه؟ نمرة واحد تمام، ان الحرب الروسية الأوكرانية الاقتصاد الروسي كان في نمو خطير، والرجال الأعمال الروسيين بدأت السيولة تزداد معاهم، فكانوا بيستخدموا السيولة في الأسواق الأوروبية للسيطرة على جزء من الاقتصاديات الأوروبية. النهاردة بعد الحرب الروسية الأوكرانية وبدأت بعض القرارات الخاطئة السيئة اللي موجودة، وهو الاعتداء على فلوس المستثمرين الروسيين، بدأ يدي نقطة أساسية أو يدي إهام، يدي شكل للناس المستثمرين الآخرين الأجانب اللي هم من الفار إيست، من الميدل إيست، إن الفلوس بتاعتك دي ممكن تتزنق هنا أو ممكن يستخدموها في سياسيا أو الوضع ده. فبدأت الناس النهاردة تحجم عن استثمار جديد أو بعت فلوس جديدة للسوق الإنجليزي. دي مشكلة من مشكلة الأساسيات. كمان الفلوس دي بدأت تتوجه لبعض الأسواق الأوروبية، لأن إنجلترا خرجت من البريكزيت، خرجت من السوق الأوروبي، وبقى السوق الأوروبي أكثر ازدهارا بالنسبة للسوق للمستثمر الأجنبي. فهو بيستخدم الأسواق الأوروبية للاستثمار أكتر ما يجي إنجلترا للاستثمار. كمان التصدير بتاع إنجلترا، التصدير الحقيقي هو زاد بالنسبة الأسلحة، إنما التصدير الحقيقي في انكماش موجود، لأن ما فيش نمو في المصانع، ما فيش نمو موجود، ما فيش استثمارات جديدة داخل المصانع دي علشان تزود الإنتاج بتاعها. وبعدين هم انجلترا بتستورد تمام كميات كبيرة من بعض المواد الخام الأساسية اللي كانت بتجيبها من روسيا بتبدلها من حتة تانية فيها. دي بدأت أسعارها بترتفع بارتفاعات كبيرة فيها، فده التأثير الاقتصادي الكبير. والتأثير الاقتصادي وعدم النمو الاقتصادي في انجلترا لن ينصلح حل الاقتصاديات الإنجليزية إلا بوقف الحرب الروسية الأوكرانية. يعني يمكن كما ذكرنا منذ قليل الحرب الروسية الأوكرانية لها يعني أسباب كثيرة ونتائج كثيرة تحديدا على الاقتصاد الأوروبي ولا سيما البريطاني. كنت معنا عبر الهاتف من لندن الدكتور محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، شكرا لك على هذا التحليل. أعلنت وزارة النفط العراقية أن صادرات البلاد من النفط الخام بلغت نحو 3,400,000 برميل خلال شهر فبراير الماضي، وارتفعت بذلك صادرات الخام العراقي بنحو 95,000 برميل يوميا خلال فبراير على أساس شهري. مزيد من التفاصيل والتحليل معنا من بغداد الأستاذ درغام محمد، وهو خبير شؤون الطاقة. أهلا بك معنا أستاذ درغام، كيف قرأت بيانات صادرات العراق النفطية والتي شهدت ارتفاعا من نحو 95,000 برميل يوميا في فبراير؟ ما أسباب هذا الارتفاع؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم. بالنسبة لصادرات النفط العراقي هي محكومة باتفاق أوبك بلس. أوبك بلس هي التي تضع السياسات العامة للصادرات للدول المشتركة ضمن هذا الاتفاق للحفاظ على مستويات أسعار النفط حول العالم بشكل عادل
يخدم المنتج والمستهلك على حد سواء. لذلك ضمن هذه السياسة هي إعطاء سماحات للدول التي يعني ميزانيتها تحتاج إلى سقوف إنتاج محددة لهدف تحقيق يعني موارد التي تغطي احتياجات الموازنة. لذلك العراق صدر هذه الكمية الزائدة لتلبية احتياجات الموازنة بموجب التقديرات التي أدرجت ضمن موازنة الاتحادية الخاصة بأربع ثلاث سنوات ابتداء من العام الحالي والعام المقبل والعام الذي بأيديه. لذلك هذه المتطلبات هي التي فرضت زيادة الحصة السوقية للعراق بنسبة ضئيلة لا تؤثر على اتفاق أوبك بلس. طيب برأيك لماذا لم تعلن وزارة النفط العراقية عن حجم إيرادات النفط أو معدل التسعير في فبراير وأعلنت أنها ستكتفي شهريا بهذه الطريقة في الإعلان عن الصادرات؟ لا هي أعلنت لكنه البيانات الإعلان دائما تكون سعر البرميل والكمية المصدرة وعدد الشركات التي اشترت هذه الكميات ضمن ما يسمى بالشفافية في البيانات. هذه الصيغة معتمدة منذ سنوات طويلة وليس من الآن، معتمدة منذ سنوات طويلة، فدائما يصدر بيان شهري، لكنه في بداية الشهر يصدر بيان مقتضب لا ليس فيه تفاصيل. التفاصيل تأتي تباعا بعد أن تجهز الوزارة بالتفاصيل كاملة، فيكون البيان في بداية الشهر بيان مقتضب ثم تلي التفاصيل. طيب العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بعد السعودية، في الوقت نفسه أوصى صندوق النقد الدولي العراق بتقليل الاعتماد على النفط والعمل على زيادة الإيرادات غير النفطية، هل يمكن تنفيذ ذلك وما مدى تأثيره على الاقتصاد العراقي؟ نعم، حاليا الحكومة سائرة في هذا الاتجاه. الاعتماد على النفط بشكل مطلق يضع العراق في دوامة الأسعار العالمية ودوامة الأزمات الاقتصادية العالمية، حيث أنه الاعتماد بشكل مطلق على النفط وصادرات النفط يجعل العراق اقتصاد هش ريعي قابل للتأثر بالأزمات العالمية وتقلبات الأسواق العالمية، إضافة إلى ذلك أنه لا يستطيع أن ينهض باقتصاده بدون وجود تنمية حقيقية. هذه التنمية هي تنمية شكلية، اقتصاد ريعي يعني معناته الاعتماد فقط على مورد واحد. هذا الأمر أدى بمشاكل عديدة في السنوات الماضية في الهزات التي حصلت للاقتصاد العالمي ولأسعار النفط. لذلك حالياً هناك توجه نحو خلق تنمية مستدامة من خلال أولا تنشيط قطاع الاستثمار وكذلك قطاع الزراعة والقطاع الصناعي، إضافة إلى ذلك قطاع الترانزيت عبر إدراج طريق التنمية ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة الحالية، وهذا الطريق الذي بالإمكان أن يكون أيضا مورد إضافي للعراق، إضافة إلى العديد من الأفكار الخاصة بخلق تنمية مستدامة في العراق تهدف إلى أستاذ درغام هل أنت معنا؟ طيب يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع أستاذ درغام. على كل حال أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد الأستاذ درغام محمد خبير شؤون الطاقة، شكرا لك على هذه التفاصيل أو هذا التحليل. نذهب الآن إلى هذا الفاصل القصير ونعود مرة أخرى، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، ما زلنا معكم في إطار هذه التغطية الاقتصادية. هدد الحوثيون بمواصلة إغراق السفن البريطانية في خليج عدن في أعقاب غرق سفينة الشحن روبي مار المملوكة لشركة بريطانية. أكد الحوثيون مسؤوليتهم عن أي تداعيات أو أضرار أخرى سيتم إضافتها لفاتورة بريطانيا باعتبارها دولة تعتدي على اليمن وتشارك أمريكا في رعاية الجريمة المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة. هذا وكانت الحكومة اليمنية أعلنت رسميا غرق السفينة البريطانية روبي مار في البحر الأحمر بعد استهدافها من الحوثيين، ما أدى إلى تسرب نفطي في البحر بطول 18 ميل، وهو ما يشير إلى زيادة احتمالية وقوع كارثة بيئية، وتزداد تلك المخاوف بعد الكشف عن حمولتها لما يقرب من 41 ألف طن من الأسمدة، ربما يسهم في نمو المفرط للطحالب وتغيير بيئة البحر الأحمر. المزيد في هذا التقرير. بالتزامن مع الخطر الاقتصادي الناجم عن الهجمات الحوثية
على السفن التجارية في البحر الأحمر. طفى على سطح الأحداث خطر بيئي أكبر نتيجة إغراق سفينة روبيمار البريطانية التي كانت تقل نحو 41 ألف طن من الأسمدة في مياه البحر الأحمر. الحكومة اليمنية حذرت من كارثة بيئية بسبب حمولة السفينة من الأسمدة، حيث زار فريق من الحكومة اليمنية سفينة الشحن روبيمار وقال إن المياه تغمر جزءاً منها، مع إشارة إلى احتمالية غرقها وتأثر مياه البحر الأحمر بالأسمدة الكيميائية التي كانت على متنها. المتخصصون في المجال الكيميائي أكدوا أن الحمل الزائد من الأسمدة يمكن أن يحفز النمو المفرط للطحالب، مما يؤدي إلى استهلاك الكثير من الأكسجين، بحيث لا تستطيع الأحياء البحرية البقاء على قيد الحياة، وشددوا على ضرورة تبني دول البحر الأحمر خطة عاجلة لوضع أجندة مراقبة للمناطق الملوثة في البحر الأحمر واعتماد استراتيجية للتطهير. في الأثناء، ذكر قسم علوم الأرض والبيئة في جامعة بوسطن أن التأثير الإجمالي يعتمد على كيفية استنفاد التيارات المائية للأسمدة وكيفية إطلاقها من السفينة المنكوبة، بينما يمتاز النظام البيئي لجنوب البحر الأحمر بالشعاب المرجانية وأشجار المنجروف الساحلية والحياة البحرية المتنوعة، وأنه في حال تم إنقاذ السفينة قبل حدوث تسرب كبير، فقد يكون من الممكن منع وقوع كارثة بيئية كبرى. من جانبه قال أحمد عوض بن مبارك وزير الخارجية في الحكومة اليمنية إن غرق السفينة روبيمار كارثة بيئية لم تعهدها دولة اليمن والمنطقة، ومأساة جديدة صنعها الحوثيون ويدفع ثمنها البلاد والشعب اليمني. ينضم إلينا لمزيد من التحليل من الجزائر البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة سطيف، أهلا بك معنا. إذن هي توترات تتفاقم وتزداد كل يوم في البحر الأحمر، ما مدى تأثيرها على حركة التجارة العالمية والاقتصاد العالمي؟ نعم، أولا مرحبا بك سيدتي الفاضلة وكافة السادة المشاهدين. بالفعل لما نرجع إلى هذه التوترات وهذه الاضطرابات التي تعرفها منطقة البحر الأحمر، لا شك أنها تعتبر من أكبر الاضطرابات والتوترات على مر الحقب الزمنية الأخيرة، حيث لم تشهدها المنطقة من قبل، وبالتالي فقد انتقل الصراع إلى هذه المنطقة الحيوية وهذه المنطقة التي تعتبر الشريان الرئيسي والحيوي للملاحة البحرية ولحركة الشحن البحري، سواء ناقلات النفط أو الغاز أو كذلك النقل عن طريق الحاويات، وهذا الإمدادات تكون إلى تقريبا إلى جميع بلدان المناطق العالم على غرار مناطق البحر، حوض البحر المتوسط وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فقد لمسنا في الأشهر الأخيرة أن هناك فعلا تأثر كبير جدا في سلاسل الإمداد على مستوى العديد من المناطق، ناهيك عن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الشحن التي ارتفعت ووصلت إلى مستويات قياسية حسب مؤشر شانغهاي القياسي لأسعار الشحن بالحاويات، أو حسب كذلك منصة كونتينر إكستشينج التي توقعت ارتفاعات في أسعار وقود الناقلات البحرية ب 20%، مما يدفع بأسعار الشحن إلى ارتفاع بحوالي 60%، ناهيك عن رسوم إضافية كتكاليف للتأمين ب 20%، إلا أن الواقع أعطى لنا أرقام أكثر بكثير من هذه الأرقام المتوقعة من هذه المؤسسات والمنصات المختصة في التقديرات والحسابات. وبالتالي فربما أسعار الشحن من الصين مثلا إلى حوض البحر المتوسط تضاعفت أربع مرات، وصلت إلى 4% كزيادة، كذلك
اسعار الشحن الى اوروبا وصلت الى 124% الى حوض البحر المتوسط الى 118%، وبالتالي كل هذه الارقام تعطي لنا على مدى حجم التاثير الكبير جدا للتوترات في منطقه البحر الاحمر وانتقالها الى العديد من مناطق العالم. ونحن في بدايه هذه الاضطرابات، حيث انه التقديرات اذا ما استمرت هذه الاضطرابات وهذه التوترات على مستوى منطقه البحر الاحمر، فان هذا سوف يؤدي الى تاثيرات كبيره جدا على خاصه بالنسبه لدول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه ودول الشرق الاوسط، لانه وبالتالي هل كل هذا يؤثر على امن الطاقه والامدادات الغذائيه العالميه؟ ممتاز جدا، وهذا هو ربما مربط الفرس، وهذا ربما هو الإشكال الحقيقي والتخوف الحقيقي من استمرار الاضطرابات والتوترات على مستوى هذه المنطقة الحساسة التي كما أشرت وأؤكد أنها تعتبر الشريان الرئيسي للتجارة العالمية، كيف لا، وهي تمثل 12% من التجارة العالمية المنقولة بحريا، اكثر من 25% من تجاره النقل عن طريق الحاويات، تمثل 25% من نقل النفط، وبالتالي نحن نتكلم عن ممر استراتيجي جدا بالنسبه لجميع دول العالم، وبالتالي اذا استمرت هذه التوترات، وهذا ربما ما تنبئ به الكثير من المؤشرات، فان هذا سوف يؤدي الى اختلال في اسعار النفط، وخاصه كما اشرت ان العالم لم يتعافى بتاتا كليا من ازمه من ارهاصات ازمه جائحه كورونا ومن الازمه المستمره الجيوسياسيه والحرب الاوكرانيه الروسيه، كذلك العالم اليوم يشهد كذلك ازمه امدادات بالنسبه للغاز، وانتقل الغاز المسال الذي ينتقل عبر الحاويات اصبحت له مساهمه كبيره جدا في المزيج الطاقوي العالمي وخاصة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هذا من المؤكد أنه سوف يدفع إلى ارتفاع أسعار الغاز المسال، وارتفاعات كذلك أسعار النفط ارتفعت في الشهر الأخير ب4%، وإن كان التأثير اليوم هو نسبي وليس بذلك التأثير الكبير، إلا أنه باستشراف الأشهر القادمة وإذا ما استمرت هذه الأزمة فيما فمن المتوقع أن هذا سوف يؤدي إلى ضغوط كبيرة جدا في حول أسعار الطاقة، حول أسعار النفط، حول أسعار الغاز، وهذا ما يؤثر على أزمة الأمن الطاقوي، ويؤثر كذلك على الأمن الغذائي، وكذلك يؤثر على سلاسل التوريد. إذن يبدو أنها تأثيرات بالغة على أمن الطاقة وأمن الغذاء العالميين. طيب، ماذا تقول هذه التقديرات والمؤشرات عن مستقبل قطاع الشحن إذا استمرت هذه التوترات؟ نعم، الآن كما قلت أنه التأثيرات عديدة ومتعددة الأوجه ومتعددة الأقطاب والمشارب، ولكن التأثير ليس بذلك التأثير الكبير جدا على الأقل في الفترة الحالية، ولكن التقديرات تشير أن استمرار الأزمة سوف تكون له تداعيات كبيرة وكبيرة جدا. فمنذ بدء هذه الأزمة حوالي تقريبا 500 ناقلة بحرية تراجعت عن النقل عبر منطقة البحر الأحمر. هنا كبريات الشركات العالمية على غرار شركة ميرسك لاين الدنماركية، شركة هاباج الألمانية، شركة أماسي السويسرية، شركة CMA الفرنسية، وهي تمثل 50% من النقل البحري بالحاويات على المستوى العالمي، قامت بالنقل كذا بإعادة توجيه مسارها والابتعاد عن منطقة البحر الأحمر، وهذا ما سوف يؤدي إلى بالأسعار إلى الارتفاع. نعلم جميعا أن المرور عبر رأس الرجاء الصالح عبر جنوب إفريقيا سوف يزيد من المدة الزمنية من 7 إلى 20 يوم، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الشحن من جهة، ويؤدي كذلك إلى اختلالات في سلاسل التوريد من جهة أخرى، ويؤدي حتى إلى انقطاعات في سلاسل التوريد على صعيد آخر. وخير دليل على ذلك أن شركة تيسلا قامت بوقف المصانع في ألمانيا بين الفترة الممتدة ما بين 29 من شهر يناير والحادي عشر من شهر فبراير نظرا لانقطاع المخزونات. نفس الشيء قامت به شركة فولفو السويدية على مستوى مصانعها بجانج على مستوى
بلجيكا، وبالتالي أظن أن التأثير سوف يكون متفاقما ومتزايدا وله تأثير سلبي جدا، خاصة على مستوى مؤشرات أسعار الاستهلاك. نلاحظ أن اليوم بدأ بدايات ظهور ارتفاعات ولو طفيفة في معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. انتقل معدل التضخم في مؤشرات أسعار الاستهلاك من 3.1% إلى 3.5%، والفيدرالي الأمريكي يعتزم هذه السنة بتخفيض معدلات أسعار الفائدة لدفع حركة التنمية والاستثمار، ولكن ارتفاع معدل التضخم من شأنه أن يضغط على الفيدرالي الأمريكي للتراجع عن تخفيض أسعار الفائدة. نفس الشيء بالنسبة لأوروبا، الآن معدل الفائدة في أوروبا مستقر في 4% وهو معدل قياسي، وقد قام البنك طيب بروفيسور فارس، يبقى هنا السؤال، ما هي الخيارات المتاحة أمام صناع القرار فيما يخص هذه التوترات، توترات البحر الأحمر، لتلاشي تفاقم أزمات الاقتصاد العالمي وما يحدث الآن؟ ممتاز جدا. طبعا للإجابة عن هذا السؤال يجب أن نرجع إلى المصدر الأساسي لهذه التوترات على مستوى منطقة الأحمر، ولعل الأكيد من ذلك هو العدوان الكيان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة. قطاع غزة العالم اليوم الذي يشهد إبادة جماعية لم يسبق لها التاريخ، 30,000 شهيد، عملية تجويع وعملية تهجير مقصودة من قبل الكيان الصهيوني. وبالتالي إذا ما راجع العالم مواقفه اتجاه العدوان على الكيان الصهيوني، أظن أن المنطقة بكل تأكيد سوف تعرف استقرارا، وسوف ربما الهجمات الحوثيين سوف تتوقف، هذا بشكل مؤكد. على العالم اليوم أن يتخذ قرارا، على العالم اليوم أن يكون أكثر عدالة، على العالم اليوم أن يكون أكثر إنسانية، على العالم اليوم أن يأخذ القرارات ليس بازدواجية المعايير، وإنما تكون قرارات في صالح الإنسانية جمعاء. وبالتالي فخلفية هذه الاضطرابات التي يشهدها العالم، وسوف أؤكد مرة أخرى أن هذه الاضطرابات على مستوى منطقة البحر الأحمر سوف تكون لها تداعيات خطيرة جدا في قادم الشهور إذا ما استمر العدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة، وهذا من الأكيد أن الحوثيين سوف يستمروا في الهجمات في تلك المنطقة. وبالتالي لنعرف ولنعالج النتيجة يجب أولا أن نعالج السبب. وضحت الصورة، أنا بشكرك شكرا جزيلا. كنت معنا من الجزائر البروفيسور فارس هباش، أستاذ الاقتصاد بجامعة الصيف، شكرا لك على هذا التحليل وهذه المعلومات. في شأن آخر وموضوع آخر، توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانت يلين أن الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة سيولد نحو 3 تريليونات دولار من فرص الاستثمار العالمية حتى عام 2050. كما أضافت يلين أن الولايات المتحدة حريصة على توسيع الإنتاج المحلي وإيجاد مصادر أخرى للمعادن الحيوية مثل الليثيوم من شركائها وخاصة تشيلي. وقع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون الإنفاق المؤقت لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة، وأقر الكونغرس في وقت سابق مشروع القانون الذي يمدد تمويل بعض الوزارات حتى 8 مارس وللبعض الآخر حتى 22 من الشهر ذاته. ويعمل المشرعون على تسوية الخلافات بشأن حزم الإنفاق المؤجلة للعام المالي الذي بدأ في أكتوبر الماضي. شبح الإغلاق الحكومي لا يزال يروح في أفق الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد مرور 5 أشهر من السنة المالية أخفق الكونغرس في إقرار مشروعات قوانين الإنفاق السنوية في الميزانية الفيدرالية لتفادي إغلاق مؤقت للعديد من الإدارات والخدمات العامة في خطوة مؤقتة لتجنب الإغلاق الحكومي. وقع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون الإنفاق المؤقت بعد تمريره من الكونغرس. الاقتصاد الأكبر في العالم يعمل منذ بداية العام المالي الحالي من خلال سلسلة قوانين مصغرة تعتمد في كل مرة لتمديد الميزانية لبضعة أيام أو أسابيع أو حتى أشهر، وكلما اقتربت مدة انتهاء الموازنة المصغرة يعود خطر الإغلاق من جديد. الموازنة الفيدرالية من الملفات الشائكة في الولايات المتحدة، حيث تتسبب في خلاف عميق بين المشرعين الأمريكيين، إذ يريد الجمهوريون ضبط الإنفاق للسيطرة على الديون وضبط العجز،
بينما يطالب الديمقراطيون بالتوسع في الإنفاق الرأسمالي الضروري لتحفيز الاقتصاد. الخلافات بشأن الاقتراض والإنفاق بلغت أقصاها عندما ظلت مفاوضات رفع سقف الدين لأشهر بين الحزبين، وكادت تؤدي إلى تعثر أمريكا عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها. تعليقا على هذا الخبر وهذا الموضوع، ينضم إلينا من لندن الأستاذ نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي. أستاذ نهاد، أهلا وسهلا. كما ذكرنا، بما أنه قانون مؤقت من المحتمل تكراره من جديد، أليس كذلك؟ نعم بالتأكيد. أولا شكرا على الاستضافة، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. أمريكا منذ 40 عاما تم إغلاق الحكومة 10 مرات على الأقل. 1981 كان إغلاق لبضعة أيام أثناء فترة الرئيس رونالد ريغان. في أكتوبر 2013 إغلاق 16 يوم أثناء فترة باراك أوباما. في ديسمبر 2018 تم الإغلاق 35 يوم حتى يناير 2019 أثناء فترة دونالد ترامب. والآن يحاولون أيضا بعض وضع الضغط على الرئيس بايدن والتهديد بالإغلاق. يعني في سبتمبر 2023 دفع الجمهوريون بايدن إلى حافة الهاوية بافتعال أزمة الميزانية وارتفاع سقف الدين إلى غير ذلك، ولكن لتفادي الإغلاق في أكتوبر تم الموافقة في آخر لحظة وموافقة على التمويل حتى 17 نوفمبر. طيب لماذا دائما أستاذ يحدث هذا السيناريو أو هذا الأمر والتأخر في إقرار هذه القوانين؟ نعم، هذه مناكفة سياسية، سواء كانت من الجمهوريين عندما يكون الرئيس ديمقراطي والعكس. هذه مناكفات ومناورات، ولكن في النهاية يكون هناك أحيانا إغلاق لأيام أو أسابيع قليلة، وفي النهاية يعودون إلى صوابهم، لأن النتيجة النهائية إذا فعلا تم إغلاق الحكومة لعدة شهور معنى ذلك أنها انهارت. الإغلاقات تاريخيا حول العالم تكون نتيجة لحروب، نتيجة لانقلابات عسكرية، بلبلة، ثورة في البلد، ولكن ليست حول أرقام الميزانية. في الولايات المتحدة هناك مشاكل كبيرة، هناك أيضا مديونية ضخمة، والمديونية ترتفع باستمرار. هل تعلمين أن المديونية الأمريكية ترتفع $1 تريليون، $1 تريليون كل 100 يوم؟ أعطيك بعض الأمثلة. بسبتمبر 2023 كانت المديونية $33 تريليون. في يونيو حزيران 2022 كانت $32 تريليون. الآن في 4 يناير هذا العام تجاوزت $34 تريليون، لأن أمريكا اقتصاد ضخم ولديها التزامات كبيرة، تنفق أكثر مما تستلم من الإيرادات الضرائبية، تقدم مساعدات لدول في آسيا وفي الشرق الأوسط، وكذلك تدعم أوكرانيا. وعلى ذكر أوكرانيا، هناك $60 مليار رزمة مساعدات تتعثر في الكونغرس بسبب معارضة الجمهوريين. هناك أيضا نقاشات وخلافات كبيرة تتعلق بتمويل الحدود الجنوبية في تكساس وأريزونا لمنع الهجرة الغير شرعية من دول
أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى. لديهم هناك مشاكل، ولكن قبول الرئيس بايدن عندما قد وافقوا على التمويل المؤقت والذي وقعه سيوقعه يوم 8 بحلول 8 مارس كأقصى تاريخ، وبحلول 22 مارس كأقصى تاريخ لتمويل الدوائر الحكومية. هذا هو حل مؤقت، سوف لا يعالج الأزمة الأساسية. طيب إذن أستاذني، هذا حل مؤقت لا يعالج الأزمة الأساسية، هذه خلافات دائما ما تحدث في الكونغرس ومناكفات تحدث دائما بين الحزبين. نعم. كل ما ذكرت وكل ما يحدث، ما تأثيره على المصالح الأمريكية الخارجية تحديدا؟ نعم، دعنا نقول أولا هذا العام هو سنة انتخابية. معنى ذلك إذا تم الإغلاق ولم يتم التمويل وحل المشكلة، مئات الألوف سوف لا يستلمون رواتبهم، المتقاعدون سوف لا يستلمون المعاشات، المساعدات الاجتماعية تتوقف، شؤون المحاربين القدامى ستتوقف أيضا، وكذلك قطاع النقل وقطاع الزراعة كلها ستعاني نقص في التمويل. ولكن أيضا ستؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا كدولة، لأن الدول الخارجية، خذ الصين، اليابان، أوروبا، كلها تستثمر في السندات الخزينة الأمريكية، حتى الصناديق السيادية لدول الخليج تستثمر في السندات الأمريكية لأنه اقتصاد كبير ومضمون. هذا فستؤثر على سمعة الولايات المتحدة كاقتصاد، وقد تؤثر على مقدرتها على تسديد التزاماتها، وهذا يؤثر عليها. لديها قواعد عسكرية في أنحاء العالم، خاصة في آسيا والشرق الأوسط، ودور في حلف الناتو، هذا كله له إنفاق كبير ضخم، وتقدم مساعدات لأوكرانيا ولإسرائيل وحلفاء آخرين لأسباب جيوسياسية. فلها تأثير كبير، ما يحدث في الولايات المتحدة له تأثير كبير على العالم من ناحية ليس فقط اقتصادية بل جيوسياسية. لذلك عليهم إيجاد صيغة وحل دائم لحل هذه المسائل. مايك جونسون رئيس حزب الجمهوريين في مجلس النواب يفتخر أن ما حصل هو خطوة ذكية وأنها مهمة، تجزيء الميزانية إلى أقسام، إلى 12 قسم، 6 أقسام في 8 يتم التمويل في حتى 8 مارس، و6 أقسام حتى 22 مارس. هذا لا يحل الأزمة، ستظهر مجددا بعد عدة أسابيع. إلى متى ستستمر هذه مهزلة يجب معالجتها، وسيخسر بايدن الانتخابات إذا تم إغلاق الحكومة، لأن المئات الألوف الذين سيخسرون ويتم تسريحهم من وظائفهم سوف لا يصوتوا للرئيس بايدن. وحتى إذا لم يحدث إغلاق، هو يمكن استطلاعات الرأي تقول أنه إذا خسر بايدن فسيكون بسبب العديد من الأشياء والأسباب وليس فقط إغلاق الحكومة. شعبيته الآن في الحضيض في الواقع، ومهما يفعل لا أعتقد ستنقذه، ولكن البديل ليس جميلا. البديل دونالد ترامب، يميني متطرف مثل معظم الجمهوريين. مثلا أعطيك مثل بسيط في التصويت الذي تم الخميس في الكونغرس، أي في مجلس النواب. كانت النتيجة 320 مقابل 99، 320 محافظ صوتوا مع القرار المؤقت، و 99 صوتوا ضده. من الذين صوتوا ضده 97
من الجمهوريين واثنين ديمقراطيين. في مجلس الشيوخ التصويت كان 77 مع القرار المؤقت للتمويل وحوالي 13 ضده. غالبية الذين عارضوا هم من اليمين الجمهوري المتطرف وهم من المؤيدين لرجوع دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة. طيب يبقى هنا لي سؤال أخير أستاذ نهاد. تفضلي. هل من طريقة أو هل من طرق لفرض معادلة أكثر إنصافا للاقتصاد العالمي بعيدا عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا يتطلب ربما، لأنه النظام المالي العالمي الذي يعمل به العالم ناو تم إقراره بعد الحرب العالمية الثانية في مؤتمرات في قريبة من واشنطن، مكان اسمه بريتون وودز، وهذا الذي هو في تلك الفترة تم إنشاء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وأن الدولار هو عملة عالمية ومعظم سلع العالم الهامة مقاومة بالدولار، ومعظم البنوك المركزية حول العالم تمتلك الدولار وتحتفظ به. فهيمنة أمريكا على الاقتصاد العالمي بدأت في ذلك الوقت من خلال قوة الدولار لأنها عملة مرغوبة. هل رأيت أو سمعت عن بشر أو ناس في الشارع يبحثون عن اليوان الصيني أو يسألون كم قيمة الروبل الروسي؟ لا، كلهم يبحثون عن الدولار سواء كان بالشرق الأوسط أو بالشرق الأقصى، لأن هناك محاولات للإطاحة بالدولار كعملة عالمية ولكنها لم تنجح حتى الآن. 70% من البنوك المركزية تحتفظ بأرصدة دولارية. البشر العاديين أنا وأنت وغيرنا نفضل الدولار على أي عملة أخرى. لذلك أمريكا صعب تغيير هذا النظام دون اتفاق دولي يشمل أمريكا ذاتها. وربما هذا ما تسعى الصين لتنفيذه في القريب العاجل. على كل حال نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا، انتهى وقتي. أشكرك، كنت معي من لندن الأستاذ نهاد إسماعيل الخبير الاقتصادي، شكرا لك على هذا التحليل وهذه المعلومات. أشكر حضراتكم كذلك على طيب المتابعة، كنت معكم على مدار هذه الساعة وهذه التغطية الاقتصادية. أنا آية لطفي، ألقاكم بعد قليل في ملف اليوم.